كيروبراكتيك كان يعني ممكن يخدم المرضى المصابين في أي مكان في العمود الفقري أو في المفاصل. إحنا اتكلمنا كتير في 70 فيديو السابقين، كنا بنقدم فيديو كل أسبوع 70 أسبوع، والحقيقة وصلتني أسئلة كثيرة، وواضح جدا إنه في استفسار عن الضلوع بالذات، ازاي ان احنا نعمل adjustment. وحقيقة احنا شرحنا هذا بالتفصيل في فيديو سابق، وكمان سؤال عن وضع الايد اثناء تقويم الفقرات الظهرية، فحنشرح هذا اليوم باستفاضة. وسؤال اخر كان عن الكوكسكس العصعص، وازاي بنعمل تقويم للعصعص. احنا ما شرحناش ده قبل كده، فهنشرحه النهارده ان شاء الله. فارجو ان يكون هذا الفيديو مهم، فانا هسيبكم دلوقتي تشوفوا ازاي بنقوم الفقرات الظهريه العليا والسفليه، وازاي بنقوم وضع الضلوع، وازاي بنقوم العصعص في كثير من الاصابات بتحصل. فالاصابه ممكن تكون كان راكب دراجه ووقع، فبيحصل مقعد الدراجه بيبقى قوي معدني وصحيح عليه يعني شلته كده، لكن برضه بيبقى بيسبب الم او بيسبب يعني تحرك العظمة الأخيرة في العمود الفقري اللي هي العصعص في اتجاه خاطئ، بتتجه واحدة، يعني هو في نتوئين يمينا ويسارا، فأحد النتوئين هيتجه إلى الخلف، فإحنا عايزين نظبطه. هتشوف إزاي بنظبط هذا. بالنسبة للضلوع، الحقيقة لما بنعمل طبعا كل ضلع متصل بالفقرة الظهرية، إحنا لما بنظبط الفقرة الظهرية بتظبط الضلع، لكن في حالات انه بيكون الضلع يعني خرج من مكانه بحيث انه ما بيكفيش هذا، فهوريكم ازاي بنقوم الفقرات الظهريه اللي ممكن تقوم الضلع بالتالي، او اذا لم يقوم هوريكم ازاي تقومي هذا الضلع بمنتهى اليسر ومنتهى البساطه. ممكن هذا الضلع يكون في الجهه اليسرى في الصدر، ويفتكر المريض انه عنده ازمه قلبيه، والحقيقه في الغالب بيطلب الاسعاف وعربيه الطوارئ بتاخده، وفي الطوارئ يشكوا ان هو يكون عنده ازمه قلبيه، وبيعملوا كل الفحوصات عشان يشوفوا القلب، فيجدوا ان كل الفحوصات من رسم القلب والايكو وتحاليل الدم يلاقوها سليمه، يقولوا يمكن يكون في الرئه، فيعملوا فحوصات للرئة وأشعات والأخير MRI واختبار لقدرة التنفس والكباسيتي بتاعت التنفس وكل هذه الأشياء وتحليل الدم سليم. يقولوا يمكن من المعدة، ويعملوا فحوصات للمعدة وأشعات MRI والأخير سليم. فبعد كده يقولوا دم القفص الصدري، فبيعمل ايه الطبيب ساعتها؟ بيديله مسكن ومصر ريلاكسنت يعني مهدئ للعضلات، ويقول له خلاص. فالمريض بيمشي وبيحس انه الادويه بتخفف شويه من الالم، لكن ما بيروحش. فهو يا اما يخف لوحده يا اما يفضل يعاني، وساعتها لو اكتشف انه القفص الصدري محتاج ادجستمنت فبيروح لدكتور تقويم للعظام، او اذا لم يكتشف فبتعاوده هذه الحاله مرات ومرات، وساعتها برضه بيروح للطوارئ وبيكرروا هذا، وكل مره بيتكلف المريض حوالي $15,000 ويقيم يومين من الابحاث لاستبعاد اسباب تكون في القلب او الرئه او المعده او الامعاء او خلافه. فكل هذه الاشياء مكلفه وكمان مضيعه للوقت،
من عمله ومن حياته، وكذلك لا تشفي ولا تغني من جوع. العلاج هو كيروبراكتيك، وبتاخد ثواني، وهتشوفوا ازاي في ثواني بنعالج هذه الضلوع وبمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، والمريض بيسعد جدا لأنه بينتهي من هذه المشكلة في ثواني وبأقل تكلفة وبأقل وقت، ولا يتعطل عن عمله ويستمر في عمله. بالنسبة لهذه الأشياء أنا حبيت أكون مستفيض، وأرجو أنها تكون مفيدة، وبالتالي كل الأسئلة اللي بتصلني بهذا الموضوع أرجو أنها يعني تكون مستوفية لاستفساراتكم. رقم 2 في السوراسيك في الظهرية محتاجة ضبط من الجهة اليسرى، فاحنا هنظبطها. يجب أن تراعوا إن 1 و2 و3 ليهم طريقة في ضبط الفقرة أو في تقويم الفقرة مختلفة عن بقية الفقرات. فبنعمل هذا باليد أو بالأكتيفيتور. فباليد كالآتي: الدراع بيكون مستقيم بهذا الشكل، والمريض ينظر إلى الكتف الأيمن. دلوقتي بيتحرك طبيعي، ممتازة، عظيم، مفيش قصر. نشوف رقم 3 كويسة، مفيش مشكلة. رقم 4، رقم 5 فيه شوية شد في الجانب الأيسر، وده عمل قصر في الرجل اليسرى. فبنختبر ونشوف هل لو ضغطنا عليها هيتحسن الموقف. بيتحسن الموقف، يبقى رقم 5 محتاجة ضبط. ازاي اضبط رقم 5؟ بدبل ترانسفيرس. يعني ايه؟ يعني عظمة البيزي فورم هنا تحط على النتوء المستعرض في الفقرة رقم 5، وإيدي تبقى بهذا الاتجاه، أصابع إلى أسفل، اليد الأخرى بالعكس الجهة الأخرى. فبضع اليد تبقى بدال الناحية دي، لا الناحية دي الهوك أوف ذا هاميت. يبقى هنا البيزي فور وهنا الهوك أوف ذا هاميت اللي هو هنا أهو في الناحية التانية، والأصابع هتبقى بالعكس إلى الرأس. فيبقى الإيدين على الترانسفيرس بروسيس اللي هو النتوءات المستعرضه. انا لو ما هاجي كده اهو يمكن مش هتشوفه، بس تخيلوا نفس قوي ثم زفير، تيك ديب بريز ان اكسيل اوت بهذا الشكل. طيب انتوا ما شفتوش في طريقه تانية انه حد الايدين، حد اليدين يبقوا على هذا الاتجاه، وبرضه نضغط بهذا الاتجاه. فيبقى في طريقتين، وهذه الطريقتين بنستخدمهم من رقم 4 لغاية رقم 12. أما 1 و2 و3 بالطريقة اللي أنا قلتها لكم فيما سبق، والدراع مشدود. رقم 5 اتحرك كويس، مفيش أي قصر. نشوف 6، أي حاجة تعمل قصر يبقى في مشكلة. أنا عندي 7 هنا في توتر، فبنشوف الرجل هل في قصر. في حصل قصر في اليسار. انا بس عايز اوريكم ازاي بنعمل الفقرات الظهريه. تمام. وطبعا لو في رب في ضلع بيبقى بيعمل الم، وهنشوف المريض ما عندوش، كان عنده لكن خف خلاص من موضوع الضلوع. تمام. لكن هوريكم ازاي، احنا وريناكم قبل كده في فيديوهات سابقة، لكن في ناس بتسأل، لا زالوا بيسألوا، فأنا هوريكم دلوقتي بس الديمونستريشن، لأنه المريض ما عندوش حقيقة الآن أي مشكلة في الضلوع. الحمد لله كان عنده وخفت، عظيم. فلنفرض مثلا إن هو عنده ألم
في أي ضلع من الضلوع. نفرض مثلا أنه عنده ألم في رقم 3، فهنا رقم 7 وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3. افرض الضلع رقم 3 في اليمين، فأنا دايما بعمل فولد كده يعني ثانية في الملابس بتاعته تمشي مع الانعواج اللي بيحصل دايما في العضو الضلع. الضلع بيبدا من 3 وبيبقى منعوج عشان بيكون مع الضلوع الاخرى القفص الصدري، فبيبقى نازل ومايل بهذا الشكل. فلنفرض ان هو الضلع ده فيه مشكله، ازاي نعرف المريض بيشتكي بالم في هذه المنطقه ولما تلمسه بيحصل فيه الم؟ فانا عايز اعرف الضلع ده فيه مشكله ولا لا. فانا لو انا دست لتحت ممكن المريض يتالم، لو دست لفوق ممكن برضه يتالم، بس نساله الاكثر الم ايه؟ اللي نازل لتحت ولا اللي طالع لفوق؟ كل مريض هيقول لك الالم بيزيد، يا اما هيقول هو طالع لفوق او هو وانا بزق لتحت. يبقى حركه الضلع بتزيد الم في الاتجاه الخاطئ. يعني وانا بنزل لتحت كده لو قال لي ده الالم اكتر اعرف ان هو نازل لتحت. يبقى عايز يتعدل ازاي؟ انا ادفعه الى الاعلى. ادفعه ازاي؟ بسن الايد، سن الايد هكذا هنا اهو، واروح ضاغط عليه هيكليك يعني هيطق ويرجع الوضع السليم والالم بعد كده هيروح خالص. لو بالعكس، لو الالم دلوقتي بيقول الالم بيزيد لما بنزل لتحت، يبقى انا عايز اطلع لفوق. لو قال الالم بيزيد لما بطلع لفوق يبقى هو عالي او طلع من مكانه، فانا عايز انزله لتحت برضه بسن الايد واروح دايس لتحت. ادوس امتى بقى؟ الضلوع اللي هي من واحد من واحد حقيقه ما بيبقاش في هذا المشكله، لكن من 2، من 2 ل 6 الضلوع دي مع الشهيق تخيل كده انا بعمل شهيق، فكل الضلوع بتتمدد، فكل الستة دول بيرتفعوا الى اعلى. انا عايز اضغط على الضلع لما في الحركة القصوى لهذه الضلوع. الحركة القصوى لهذه الضلوع العليا بتبقى مع الزفير، فأنا مع الزفير وأضغط. من 6 إلى 12 بالعكس، والحقيقة مش 12 ل 11، لأن 12 الضلع الرب صغير ما بيحصلش فيه مشكلة، فيبقى نقول من 7 ل 11 بالعكس إحنا بنعمل الثراست بتاعتنا الضغطة بتاعتنا مع الزفير. يبقى هنا مع الشهيق وهنا مع الزفير، وعرفتوا اتجاهه وعرفتوا ازاي تحددوا اذا كان الضلع طلع لفوق او نزل لتحت. دي من الاسئله الكتير اللي بتجيني، فانا احب انا ان انتوا تبقوا عارفينها، وارجو انكم تكونوا فهمتوني ان شاء الله. ما نيجي بقى في الفقرات السفليه من العمود الفقري لامبرز، فاحنا بقى من عندنا 5 4 3 هيكون مختلفين عن 2 و1. انا دلوقتي عندي 3 عايز اظبطها. الايد هتبقى الاصابع متجهه الى الراس، والبيزي فورم العظمه دي هي اللي هتبقى على الفقره نفسها جاست جنب السباين بتاعها النتوء بتاعها. فبنرفع الطاوله هنا او بتضغط اذا ما كانش عندك هذا الميكانيزم، فبنضغط والايد هتبقى من فوق لتحت عموديه بهذا الشكل عند رقم 3. عند رقم 4 و5 الايد هتبقى مايله بهذا الشكل، واحط ايدي هنا وادوس الى يعني ادفع اليد اتجاه الحوض 4 و5، لكن 3 هتبقى بهذا الشكل عموديه. فانا عندي رقم 3 فلازم ايدي تبقى عموديه، ما تبقاش نازله ومش هعمل ايدي الثانيه ادفعها اتجاه الحوض. 4 و5 ادفع اتجاه الحوض، 3 هتبقى عموديه بهذا الشكل، واضغط. خد نفس قوي، تك ديب بريس ان،
نقويها اكثر هنا. دي بريزان في الاول. فانا في اتجاه عمودي رقم 3 دلوقتي بتحرك طبيعي، كان في مقاومه في اليسار، هنا ما فيش اي شورت. بيرفكت. 2 بحرك 2 بشوف اي حاجه تعمل قصر. نو شورت. نمبر 1 رقم 1 ما فيش شورت. نتاكد 4 و5. 4 ليتل شورت ات 4. فانا عايز اشوف بقى القصر ده هيتحسن لو انا اختبرت الفقره من اي اتجاه. لو انا جيت في الجانب الايسر ودوست، هل هيحصل تحسن في هذا القصر؟ ايوه حصل تحسن. So it is going to be adjusted on the left side. That's good. Now I'm going to do as I told you. زي ما قلت لكم وضع ايدي هكذا، بس مش هتبقى عموديه بقى، لا هتبقى مسترخاه، وانا حاجب ايدي الثانيه وضعها على الايد دي وادفع بايدي الشمال، ادفع ايدي الشمال، ادفع اليد اليمنى ويكون القوه متجهه الى الحوض. يمكن انا لو جيت قدام الكاميرا مش هتشوفوني، بس انا عايزكم تفهموا اللي انا بقول عليه. تيك دي بريزا تلعب. ارجو انكم تكونوا، لان انا قدام الكاميرا يمكن مش هتشوفوا، بس انا شرحت لكم. نيجي عند 5. 5 تمام. طب just for demonstration، لو عشان انتم مش شايفين، انا مش هظبط 5 لانها 5 كويسه، بس هوريكم ازاي بعملها. فاحنا قلنا 3 و4 و5 الصوابع هتكون متجهه الى الراس بهذا الاتجاه. Now لو انا بعمل 3 هيبقى كده اهو بدوس عمودي، لكن اعمل 4 او 5 ايدي هتبقى مسترخاه وايدي الاخرى هتيجي هنا اهو، اصابعي هنا ماسكه المفصل اليد وادوس في اتجاه الايه الحوض. يبقى 3 عمودي 4 و5 في هذا الاتجاه. طب 1 و2 1 و2 بقى بالعكس، يعني 1 و2 صوابعي هتبقى متجهه الى الحوض بهذا الشكل، وبرده ايدي هتبقى عمودي، وبرده واحده هتكون مشابهه، بس دايما الصوابع هتكون. فالعصعص هنشوف اذا كان العصعص اللي هو في نهايه بعد السكرم، ثلاث فقرات ملحومه مع بعضها وفي نتوء في الجانبين الايمن والايسر، لو حصل اي اصابه هنا فالجانب الايمن ممكن يتجه الى الخلف، او اذا حصل اصابه ممكن برضو الجانب الايسر يتجه الى الخلف. اكثرهما الم هنعرف بالظبط من الضغط على العصعص الجانب الايمن او الجانب الايسر. فلو قال لي انه الجانب الايسر هو اللي فيه اكثر الم، فانا هاجي في المنطقه اللي هي اقل الم اللي هو الجانب الايمن. هحط ايه بقى؟ الابهام. هحط الابهام على العصعص، النتوء الجانبي للعصعص في الجهه الاقل الما، وحاجي بالعضلات اللي هي في اسفل الابهام الاخر. يبقى انا حطيت الابهام هنا الابهام الايسر، حاجي بقى بايه؟ بما اسفل الابهام الايمن، العضلات القويه دي هضعها على هذا الايه؟ الابهام، وهضغط جامد في اتجاه الارض بقوه. فهيتحرك السكره الكوكسكس اللي هي العصعص من مكانه ويرجع لوضعه السليم، والمريض هيشفى. يعني المريض ممكن يكون مش قادر يقعد حتى على كرسي من الالم، او مش قادر يركب دراجه، او فقعدته دايما مؤلمه، وبيديك تاريخ مرضي طبعا انه حصل اصابه في هذه المنطقه، فانت مجرد بتعالجه بهذا الشكل. لو لم ينفع هذا الحقيقه في طرق اخرى، انك انت بتخش من خلال الشرج نفسه، بتضع الجوانتي طبعا واصبع او اصبعين تخش من خلال الشرج وتحس بيه وتعدله من الشرج، ولو في الناس من خلال المهبل نفس الحكايه. لكن طبعا ما بنعملش الحكايه ابدا الا اذا فشلت
فشل تقويم العصحص من الخارج. أرجو أن يكون هذا الفيديو فعلاً أجاب على كل الأسئلة اللي بتصلني بالنسبة للضلوع وبالنسبة للعصعص وطريقة تقويم الفقرات الظهرية، سواء كانت العلوية أو الوسطى أو السفلية. وطبعاً إحنا شفنا هذه التقويمات خلال أكثر من عام، يعني من يونيو سنة 19 كل أسبوع 70، النهاردة رقم 71، فيديو رقم 71. فبالتالي أعتقد أن الجميع عنده فكرة طيبة عن هذا الموضوع. وبرضو طبعا لو في أي أسئلة أو استفسارات، في ناس بتسأل طيب أنت لما بتيجي تقاوم الرقبة بتقول لهم حركوا الرقبة في اتجاه كذا وكذا وكذا، وبتعرف بالظبط لما بيبقى فيه شورت ليج يعني رجل اقصر، فبتقدر تحدد بالظبط اي الفقرات. فطب ما بيسالوني طب ما فيش برضو اسئله زي كده، ممكن نختبر كل الفقرات؟ لان الحقيقه بستخدم هذا بس لغايه الفقره الخامسه في الرقبه، ما عدا ذلك بستخدم الموشن بالبيشن، هو اللي هو ان انا بحرك الفقرات وعشان اعرف إذا كانت في وضعها السليم ولا لا. إذا كان بتحرك بطريقة سهلة يبقى ما فيش مشكلة، لو كان في مقاومة في الحركة ببتدي أشوف إذا كان في قصر رجل ولا لا، وإذا كان في قصر بختبرها هل محتاجة ضبط ولا لا. لو بيتحسن القصر بيروح بمجرد الضغط أعرف إن دي محتاجة تقويم فأقومها. فأنا بستخدم بس الخمس فقرات الأولانية، بستخدم اتجاه حركة الرأس عشان أعرف شورت ولا لا. لكن بيسألوني طب ما فيش أسئلة تانية ممكن أسأل بيها المريض بالنسبة لبقية الفقرات العمود الفقري؟ أيوة فيه، أنا ما بستخدمهاش، بستخدم motion perpation اللي هو يدي. لكن اللي عايز يعرف كل هذه التفاصيل ياخذ كورس أونلاين، الأكتيفيتور كورس. الأكتيفيتور كورس أونلاين هيدي لك تفاصيل أكتر وأكتر وأكتر، ممكن تدرسها أونلاين. وإزاي تلاقيها؟ تروح على جوجل وتسيرش activator.com. activator طبعا ACTIVATOR dot يعني نقطة com com. في كورس ممكن تدرسه، والحقيقة فيه ثلاث كورسات، كورس أولي وبعدين كورس متوسط وبعدين كورس متقدم. فأنت وشطارتك تقدر تدرس هذا، وده هيدي لك معلومات أكبر وأوسع. وإن كنت يعني تريد أن تأتي إلى الولايات المتحدة للدراسة أهلا وسهلا. إذا حبيت يعني تأخذ كورس هنا عملي أهلا وسهلا، أنتوا بس قولوا لي وأنا أستطيع أن أخدمكم. أما إن أنا أجي الشرق الأوسط في أوضاع حالية غير مطمئنة، ربما أرجئ هذا، وخاصة مع حالات الكورونا والسفر أصبح خطر وأصبح غير مطمئن. فدعواتكم لنا جميعا بالصحة والسلامة والتوفيق، وأدعو لكم وإننا أراكم على خير إن شاء الله الثلاثاء القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.